في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد، وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس. مش ناس وشخصيات بس، احنا هنلف مصر كلها نحكي عنها وعن ناسها الطيبين، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. ولما أغلقت في المحروسة الحوانيت وسكت الناس عن رواية الحواديت، خرج على الناس المنادي ينادي: يا هادي يا واد يا شادي، فين يما يا هنادي؟ وفجأة جي عندنا النحيادي وراح قايل: حادي بادي سيدي محمد البغدادي، شاله وحطه كله علادي. انت بتقول يا عم انت مين هنادي دي ومين محمد البغدادي؟ وانت كل ما تلاقيني اتأخرت شوية تعمل لي فيها رمضان المصري وتقعد تحكي في اي كلام. يا عمرو باشا الحكايات دي اصول، احنا خدنا عهد من الناس اننا هنحكي لهم حواديت الناس الحلوة والايام الحلوة ومصر الحلوة بتاعت زمان. ليه بقى بتقعد تقول اغلقت الحوانيت وسكتت الحواديت؟ ما احنا شغالين اهو يا معلم وكله تمام، انت هتفول علينا ليه؟ يا عم رمضان ما تاخدش في بالك، الحوانيت والحواديت دي كانت لزوم الافية، وبعدين انت كل يوم بتتأخر وفي معاد للبرنامج، ولازم احكي للناس الحكاية واكمل الرواية. وعلى فكرة بقى، احنا كنا بنلعب حادي بادي زمان واحنا صغيرين مع اصحابنا لما بنروح مولد السيدة، كانت اجمل ايام والله يا رمضان. وما زالت لغاية النهاردة اجمل ايام يا عمور. حي السيدة زينب بالذات شاف تاريخ عظيم وعاشت فيه شخصيات جميلة. سيمين بقى سيدي، خد عندك يحيى حقي صاحب انديل ام هاشم، وسيد مكاوي، وصلاح جايين اللي عمله عن مولد السيدة وبريت اسمه الليلة الكبيرة، تسمع عنه؟ عارفها؟ وما تنساش ان الشيخ محمد رفعت ابن السيدة زينب، والفنان الجميل نور الشريف ألف رحمة ونور عليه، والزعيم سعد زغلول ومصطفى وعلي أمين عاشوا بين السيدة وحي المنيرة. ولا يمكن طبعا ننسى ان المطرب الشعبي الجميل محمد عم الطلب كان يومات يمشي مرتين بالسيدة لسيدنا الحسين، كان يعيني طول اليوم رايح جاي عشان كان هو ساكن في السيدة وحبيبته ساكنة في الحسين. يا سيدي حكاية السيدة زينب نفسها بقى عمورها ورحلتها من المدينة المنورة لمصر تستاهل بجد ان الناس كلها تعرفها، خصوصا انها اختارت مصر بعد استشهاد اخوها الحسين في العراق، وتنفيذا لوصية جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه: استوصوا بمصر خيرا. ولما نزلت ام هاشم مصر استقبلها الوالي والاعيان استقبال عظيم، واقامت في قصر جميل جدا بالفسطاط، العاصمه اللي بناها عمرو بن العاص لما دخل مصر. فاكر ما انا حكيت لك حكايتها؟ وعلى فكره القصر ده يا رمضان كان بينعقد فيه ديوان الحكم، وبيحضروا رجال الدوله عشان يستشيروا السيده زينب ويستنيروا بعلمها في كل حاجه، عشان كده المصريين بيسموها لغايه النهارده رئيسه الايه؟ الديوان. ولما توفت رحمها الله سنة 62 هجرية اتدفنت في القصر اللي تحول ضريحها فيه بعد كده لمزار ومسجد، فضل يكبر ويتجدد على ايد كل ملوك وحكام مصر، وكان اكبر تجديد وتوسعة للمسجد في عهد الخديوي توفيق سنة 1300 هجرية. ومش هتصدق يا عمورة ان الحاكم الوحيد في تاريخ مصر اللي وقف وخطب فوق منبر السيدة كان محمد نجيب، اللي راح الجامع بعد يوليو 52 يطلب من الناس يساندوا الضباط الأحرار. والله راح وقف على المنبر كده وقال لهم عايزكم تساندوا الضباط الأحرار، والناس سندت عادي. جامع السيدة بقى بالذات رمضان كان رمز مهم جدا للبركة اللي بيتبارك بيها زواره سواء من مصر أو من العالم الإسلامي، وكانت السيدة زينب دايما هي النبع الروحي والسند للضعفاء والمحتاجين، عشان كده دايما الناس يقولوا إيه: مدد يا أم العواجز، مدد يا رئيسة الديوان. كده انت بقيت تمام ومية مية يا عمور، هسلمك العهد وعينك جبرت اكتوبر والشيخ زايد ونبقى قريبين من بعض انا فيصل وانت اخر الميكروباص بتاع المحور. المهم بقى، طالما حكينا عن مسجد السيدة، ايه رأيك احكي لك حكاية السيدة نفيسة؟ لا استنى رمضان، بكرة نحكي الحكاية. كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.